اللهم أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمن محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمن يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسل بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا حجة الله على يا سيدنا ومولانا يا ابن الحسن إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله